سبريار. اهلا وسهلا بكم في سبريار. قال لك الموسم الصيفي سنة وفاء قبل ما يبدا يا جماعه. اي وفاء قبل ما يبدا ولا غالب والله لا حواسنا لا بحرنا لا سهرنا لا حضرنا اريس لا حضرنا حنن لا حضرنا طهورات لا مر بزبر. الشعب التونسي في قلب الصيف ثمانيه يشد الدار. والواحد شيء الواحد ولا معادي الصيف يتفرج في اخبار ثمانيه ويرقد. الكورونا اخويا كورونا بابا اخويا لا ما عارفين حتى قلنا هكا نجيبوا شويه سياح تحت حسمس. يا اخي المدن السياحيه الكل صبحه مسكر. ابو جعفر البارحة حتى من الحوت خرج يطل في ابو جعفر الحوت خرج يطل قالك ما مشى حد اليوم يا ولاد الحوت اليوم يطلب في وزارة الفلاحة ويعاود يا ولادي قالوا فين الشعب التونسي قال ما خشاي شط ابو جعفر راهو طيش لبرة تسمع حسر البحر بالحاكم تو اخويا تو تحب تبعد من الدوريات تعدى قدام المركز اضمن البوليسية الكل شادين البحر والله كنا نسمعوا فيها لين رينها بعينينا هذي يقول لك البحر سكر والله اعطانا العمر وشفناه الله غالب خويا الله غالب وربي صبرنا على هالمحنة دام علينا فيروس ما يعلم به كان ربي سبحانه احنا عندنا عباد مقيدين في التلقيح عندهم اشهره ولتو كلمهم منهم واحد كلم وزاره الصحه قال سامحوني راني مقيد في التلقيح مش في سياره شعبيه ما ثماش تلقيح قال لك تو في الخارج مثلا في الخارج هاكم مصيفين وعاملين جو في البحورات وماتشوات الكوره وجوهم باهي علاش خويا على خاطرهم طبقوا خطه السرار والنمله ذكروها ما الحكايه السرار والنمله كيفاش في الصيف السرار شيخ هكا يغني ويشطح هكا والنمله لا هي تخدم وتلم في المونه الشتاء هكا والسرار يشطح ويدور في حزام وكي ويشطح فوق الطواول وعامل جو والنمله تخدم مكي وتلم في المونه نتاعها الشتاء وكي جاها كشتاء قعد السرار ميت بالجوع والنمله راكشه في الدار هكا الدفاع تاكل وعامله جو ذكروها الحكايه نحن هكاك في تونس خويا وقت اللي الحكومات البرا لهينا كيلقحوا شعوبهم ويعملوا لهم في الحجر الصحي الشامل بالصحيح وخموا على صحه المواطن قبل ما يخموا على الفلوس وخدموا علاقاتهم الدبلوماسيه باش يتعاونوا مع الدول الاخرى لجلب التلقيح نحن حكومتنا لا تشطح بحزامها السياسي وقتها ونوابنا لهين يتعاركوا ورئيسنا لا يتضارب مع طواحين الهواء كان خدموا على رواحهم على بكري وتلهاو بالحق باللي ينفع التوانسه ومش باللي ينفع هما رانا توا في وضعيه افضل برشا من اللي احنا فيه باهي هكا باهي توا كل يوم الاصابات في الخمسة آلاف والوفيات في المية في رقبه شكون هذوما اللي تطبق في سوسة اليوم كان تطبق في كامل الجمهوريه خمسة شهور التالي رانا لاباس علينا ما هو من الاخر اللي يحب يخدم بالحق الشعب يبعد على اللوبيات ونقص من اللعب كل قرار في صالح الشعب باش ياخذوا اي مسؤول راهو باش يدوروا عليه اللوبيات الفاسده ويضغطوا عليه ويقلقوه لانه دائما وابدا مصلحه اللوبيات ضد مصلحه الشعب وكل مسؤول وهمته وقتها اللي يخدم الشعب باش يكرموا التاريخ واللي يخدم اللوبيات ضد مصلحة الشعب ماليه كان مزبلة التاريخ ورشم له شكبه.